الحقيقه حنا كان خاصنا نعقدوا ندوه صحفيه مباشره بعد ما وقع من شقاق داخل حزبنا لكي نوضح للجميع، وربما بعض الاسئله ما كانت ما بقاش تطرح علينا اليوم. اللي خصنا نعرفوه وانتم تعرفوه جميعا انه اليسار هذا فكر كوني. هذا الفكر الكوني عرف تراجع، ماشي الاشتراكيه اللي فشلت ولكن التطبيق ديالها ملي وصلت للحزب الوحيد الى ما غير ذلك. ولكن الضربه القاضيه جات في يعني نهايه الثمانينات مع انهيار جدار برلين. يعني كتعرفوا كيفاش انه كانت هناك قطبيه، يعني القطب يعني الشيوعي والقطب الامبريالي الليبرالي، وكان نوع من التوازن يعني في العالم. من بعد غادي نفهموا كيفاش هذا القطب الامبريالي غادي يستخدم حتى التيارات الاسلاميه، راه خرجت كتب عديده باش يجيش هذه التيارات الاسلاميه اللي كتخدم على الاسلام السياسي من اجل اطاحه الاتحاد السوفيتي انذاك. من بعد اذا من بعد 89 غادي يتراجع اليسار، تراجع اليسار في العالم وتراجع ايضا في المغرب، وبدات توجه اليه ضربات قاضيه يعني كبيره. اليسار في العالم اللي لقى راسه موجود داخل الديمقراطيات ودخل في تيه، اسس للديمقراطيه الاجتماعيه لم تنجح، ثم انتقل الى الليبراليه الاجتماعيه لم تنجح، وتحلل واستسلم امام النيوليبراليه المتغطرسه اللي هي عالم يحكمه المركب المالي بالخصوص والعسكري. هذا الشيء واليوم نضيف عليه حتى الرقم الذي يتحكم في دواليب الحياه. حنا كيسار عانينا من سنوات الجمر والرصاص. اليوم في المغرب يتعايش، وحتى في الدول كلها يتعايش، يسارات ويمينات، يعني كاين ماشي يسار واحد ويمين واحد. حنا في المغرب اليسار المغربي كاين اللي اختار يدخل مع النظام كيقول لك بان الخطر على المغرب هو الاسلاميه، كاين اللي كيسمي راسو يسار وحاول ان يتحالف نوعا ما مع الاسلاميين كيقول لك الخطر هو النظام اللي خصو يتغير، كاين يسار دخل الحكومه واستسلم امام الواقع ديال السلطه التنفيذيه المهيمنه على كل شيء، لاننا يعني لا نتوفر على الدستور الديمقراطي ولا على فصل السلطات ولا على امكانيه المحاسبه، وبقي يسار خارج الحكومه. هذاك اليسار حنا ضمنه، هذا اليسار الجديد، كنا نحلم باننا نكون نحن المبادرون في توحيد اليسار، لان حلم وحده اليسار هذا حلم كل يساريين في العالم، لاننا نؤمن بان كنقولوا بان الوحده تنتج القوه، ولكن نسينا بان القوه هي التي تنتج الوحده ايضا، لانه يجب ان تكون انت قوي وانا قويه والاخر قوي، ولهذا وحدتنا ستكون قويه، اما اذا كنا كاملين ضعاف الوحده ديالنا حتى هي غادي تكون ضعيفه. مع كل اسف دوزنا واحد المده ديال 20 سنه والحزب الاشتراكي الموحد يحاول تجميع قوى اليسار. بدينا في الاول في بدايه 2000 يعني جمعنا اربعه المكونات ودرنا اليسار الاشتراكي الموحد. من بعد 2005 درنا يعني حزب الاشتراكي الموحد مع ملي جات الجمعيات الوفاء، مع الاولين كانوا راديكاليين وحدين اخرين جاو عندنا، ولكن هاد اللمه هذه كانت بثقافات مختلفه، هي كلهم يسار. حنا مثلا كنا في منظمه العمل الديمقراطي الشعبي، عندنا القطاع ديال الجامعيين، عندنا الجريده ديالنا، عندنا القطاع ديال الاساتذه، عندنا القطاع النسائي تيدكدك الدنيا، عندنا مجموعات اخرى اتت ما عندهاش ربما كل هذا. فعوض ان نبني على ما هو موجود بدينا نكسر ما كان موجود، مثلا نحيدوا الجريده في انتظار نديروا شي جريده عمرها ما كانت مثلا. اذا حنايا كاينه خيبه امل رغم انه الهدف هو توحيد اليسار. اليوم باش ما نطولش عليكم لان هادشي العالم كله يؤمن بوحده الصف، ماشي ضروري الانصهار، انك تسكن معايا في داري ونعطيك انا الصالون فين تسكن وكذا، لا ما يمكنش، كل واحد خصو يكون عنده دارو ويبنيها، عندما اقول دارو المقرات ديالو يكون من خارج في الجمعيات، يكون عنده حتى هو واحد الرصيد قوي باش رصيدك على رصيدي كنعملوا شي حاجه اللي هي وازنه، لان الغرض ما هو؟ نحن لسنا هنا لتعتيت يعني المشهد السياسي، نحن نريد خلق قوة ضاغطة توصل الكتلة الحرجة القادرة على الضغط باتجاه الإصلاحات اللي خاصة لبلادنا والتي لم تعد قابلة للتأجيل، إصلاحات دستورية سياسية، فصل ديال السلطة، المسؤولية بالمحاسبة، محاربة الفساد والريع، وأننا نبني اقتصاد مزدوج، وأننا نحارب كل هاد المظاهر ديال هاد الأزمة المركبة. اليوم حنا لقينا الحل، الوثيقة ديالنا اجتهدت بزاف ولقات بانه غدا شنو خصنا نعملوا وشنو هي المستعجل بالنسبه لبلادنا. انا قلت خاص السياده الوطنيه ندافعوا عليها والوحده الترابيه ندافعوا عليها وندافعوا على السياده الشعبيه، يعني خصنا نبنيو الديمقراطيه، خصنا نضغطوا على الدوله ديالتنا
باش توفر لنا امكانيات خلق شروط ديال يعني تعاقد مجتمعي جديد، لان الناس فقدت الثقه، الشباب ما بقاش كيدخل السياسه. اذا باش نبنيو الثقه خصنا تعاقد جديد ما بين الدوله والمجتمع، خصنا مصالحه تاريخيه مع الريف، مع كل جهات مهمشه في الوطن. اليوم شفتوا ما جرى في الزلزال ديال الحوز والضحايا اللي احنا كنترحموا عليهم واللي تالمنا واللي سقطت يعني الدور ديالهم على رؤوسهم، راه كاين جهات اخرى من الوطن تعيش نفس الفقر ونفس التهميش. احنا بغينا نوصلوا المجتمع ديال العلم والمعرفه والعداله الاجتماعيه والمناطقيه، احنا بغينا ان المغاربه يوصلوا للمواطنه، بغينا العيش الكريم. هذا الشيء كله كيفاش غادي نحققوه؟ كيفاش غادي نحققوه؟ لقينا وسيله اللي هي اتبعت في بعض الدول، امريكا اللاتينيه اللي دارت ثورات مواطنه، في اوروبا ايضا. خصنا واحد الجبهه مراصه للنضال. حول ماذا؟ اليوم الذي يميز العالم خصكم انتم تعرفوه كصحفيين هو الحركات الاجتماعيه، لان احنا كنا كنخرجوا كيسار، القيادات اليساريه ندافع مثلا عن المدرسه العموميه المجانيه ديالها والجوده ديالها، كنلقاو راسنا 20 30 50 في الشارع. اما اليوم اللي كتهبط التنسيقيه ديال الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد كيهبطوا بالالاف. اليوم اللي هبط الحراك ديال جراده هبط بالالاف، الحراك ديال الريف هبط بالالاف، مسيره العطش هبطت بالالاف. يعني هذا الشيء كله كيبين بانه اليسار اليوم يجب ان يلتف وان ينخرط في هذه الحركات الاجتماعيه باش نشكلوا هذيك القوى الضاغطه ونديروا ميزان قوى جديد لصالح التغيير. لان ما عندكش ميزان قوى راه ما كاينش، راه المسيره اللي كانت في الرباط تم الاعلان عن يعني الغائها، ولما هبطت الحشود وصلنا لمليون صافي، ما لانك بالضغط ديالك هبطتي، ما بقاش المنع ديال المسيره. ودارت هذه المسيره التي بالمناسبه نحيي الشعب المغربي قاطبه اللي جا من كل جهات ونجح هذه المسيره لدعم اخواننا في غزه وللاستنكار ضد هذا المشروع الصهيوني المتطرف. اذا حنا الوحده ما غلطناش، ولا بغينا نحكيوكم القصه كيف دازت، اننا صبرنا كثيرا لان كنا غادي تحنا بحسن نيه مع واحد العدد الناس غاديين بحسن نيه، ولكن نسينا المشروع وبدانا نفكر فقط في الجمع. في الجمع عندما جمعنا الناس ولينا القبائل، ديروا صاحبي معكم، ديروا صاحبتي معكم، ديروا الاخر، ديروا هذا. حنا ما بقاش المكتب السياسي، حنا كنا ملي كنا شباب وفي المكتب السياسي ما كنحطوش القلم، كاين بن سعيد وكاين ياسين وكاين بوعزيز وكاين كل مره 20 فكره كنقيدوها. حنا ولينا دابا غير كنضربوا، هادو مع فلان، هذا مع فلان. انا هذه المده اللي مريت منها يعني كان النجاح بعدها هو الحفاظ على الحزب، لان كنا اكثر من مره قابلين للانفجار، لانه ما بقاتش الكفاءه كبيره، ما بقاتش الاخوه الانسانيه التي تجمع اليسار مع ذاته ومع الشعب، ما بقاش هادشي. ولهذا وصلنا لواحد المحطه حتى ما بقيناش قادرين نصبروا، ما بقيناش قادرين نصبروا، شفنا راسنا غادي نمشيو للحيط، واننا لن نقدم مشروعا في المستوى للشعب المغربي. ما يمكن ليناش نكذبوا على راسنا، ما نكذبوش على الشعب المغربي. ولهذا قلنا الله يخليكم حنا غادي نديروا نقطه نضال، نحبسوا هادشي باش نشوفوا فين غادي. ثم الفيدراليه لم ننسحب منها، حنا مشينا وتكلمنا مع الامناء العامون بعد ما عطيناهم مهله 15 يوم، قلنا الله يخليكم حنا ما ندخلوش جميع غير في الانتخابات المهنيه اللي ما كناش كنراهنوا عليها، خليو لنا واحد الشهر نحلوا المشاكل. نحلوا المشاكل، اش هي المشاكل؟ ماشي ديال العقليات، لا، حنا من داخل الحزب شراكي موحد، مجموعه دارت رسائل ودارت تكتل وضربات القانون. حنا بالنسبه لنا القانون مقدس، حنا باغيين دوله الحق والقانون. اذا انت داخلنا باغي القانون، هاد الناس ضربوا القانون، جمعوا الناس في فاس مكناس في الدار البيضاء الرباط وقال لهم صافي ديروا انقلاب على الامينه العامه، ديروا اللي بغيتوا، نقلبوا على فروع اللي كانت هي الفروع اللي كتشتغل. مع كل الاسف خدموا بشي وليدات صغار اللي ما عرفوش الامور، عوض ان يؤطرهم باش يوليو قياده مستقبليه، جابوهم رعايه ديالهم لهاد الشيوخ هادو اللي هدموا هاد الامكانيه. اذا اللي وقع هاد الناس ما بغاوش يحترموا القانون، ومن مشينا للقياده ديال 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 الفيدراليه قلنا لهم عاونونا باش نرجعوا للقانون، قالك حنا ما قديناش عليهم، ما قديتوش عليهم، سحبنا حنا التوقيع من الانتخابات المهنيه في انتظار اننا نحلوا المشاكل وندخلوا انتخابات تشريعيه والمحليه والجهويه موحدين. فلقيناهم مشاو وقال لك الله يعاونكم وداك الشيء كله، وبداو كيروجوا باننا حنا اللي خرجنا للفيدراليه، حنا ما خرجناش، هما اللي خرجونا. كانوا يظنون انهم ربما، وحنا كنا كنتمناو لهم النجاح، مزيان مشيتوا توحدتوا درتوا المؤتمر الله يعاونكم. حنا ماشي حنا ما كنغلطوش في التناقضات وما كنخطئوش بالخصوص في العدو، حنا ماشي الاعداء ديالنا، هادو رفاقنا اختلفنا. ولكن واحد الوقت راه هاد الضغوطات ديال هاد النظام التفاهه وديال هاد العولمه المتغطرسه وتجميد الاجور وهاد الانتكاسات تلو الانتكاسات في البلاد ديالنا وهاد الانفتاح غير معقل عند البلاد وهاد الصهيانه
هادشي كله جعل واحد التدمر في العقول ديال عباد الله، عوض ان نفكر في المشروع ولا شويه ديال التيهان وشويه ديال التردد. ولهذا حنا فضلنا اننا نرجعوا واحد الخطوه للوراء كي يمكن ان نتقدم مع الجميع، كل الشرفاء في هذا الوطن اللي عندهم مصلحه في تغيير الديمقراطيه، وحنا قلناها وكتبناها حنا معاهم. ولكن اليوم التفاف وحول الحركات الاجتماعيه، واليوم من هذا المنبر نطالب باطلاق سراح القياده ديال الريف الزفزافي ومن معاه، ونطالب باطلاق الصحفيين عمر راضي ومن معاه، واطلاق المدونين وبركه من متابعه المناضلين. حنا مناضلين كيقيلوا يجيهم الوراق، راه سير البوليس يسمعوا ليك اش كيديروا، واقفين من اجل المدرسه، واقفين من اجل الصحه، واقفين ضد التلوث، واقفين من اجل ارض الفلاح، واقفين من اجل حقوق العمال. علاش هذا الشيء؟ اذا هذا الشيء ما تيتغير. حتى البارح دابا راه تشوفوا نقابه بغات تاسس ديال الربابينه، جاوا لهنايا عندنا المقر وهضرنا معاهم. احسن الربابينه راه تما دايرين المونداغينا بحال كليه الطب، داك الكبير كيسحق فيك ما دير لا هذا، مشاو باش ياسسوا نقابه وقف لهم البوليس ومنعوهم. هذه بلاد هذه، اذا خصكم تنتبهوا انتم تشوفوا شنو كيجرى. ولهذا حنا بغينا نرجعوا باش ما ندخلوش في هذه المعمعه، حنا بغينا نبقاو مستقلين ومتبصرين، وهذا الشيء اللي درناه وحنا خدامين. ولكن حنا باغيين نجمعوا، باغيين نبنيو، باغيين نلتفوا على الحركات. حنا راه حنا بوحدنا اللي مشينا للحسيمه ودرنا مكتب سياسي تما، ودرنا نداء ديال الحسيمه، واجتمعنا مع العائلات ومشينا للمحاكم، تبعنا الامور. اليوم في الزلزال مشينا وبلا منا كيف كنقولوا، مشينا وقفنا على ما يلزم، ورفاقنا ورفيقاتنا من جيابهم داروا القافلات. يعني حنا راه حنا في قلب هذا الشعب، وقفنا مع الاساتذه، مع الممرضين، مع الاطباء، وقفنا في كل حاجه اللي فيها مشاكل كتلقانا حنا واقفين. وفي البرلمان على ضعفنا واحد، كنحاولوا حنا اننا نوصلوا صوت هذا الشعب للبرلمان وندافع، يعني باش غدا تكون عندنا مؤسسات قويه اللي ما كايناش اليوم. انا كنقول لكم يعني بصراحه، وغدا يكونوا مجالس. حتى رفاقنا واحد 130 ديال المستشارين، يعني كمستشارين محليين، شوفوا لي فيديو اللي كيديروا لي بودكاست، راه هما الضمير ديال هذا الشعب داخل هذه المجالس. يعني العمل اللي كيقوموا به عمل جبار على صحتهم، على وليداتهم، لانهم منخرطون من اجل تقدم الوطن. هذا هو اللي عندنا حنايا خدامين به. بالعكس حنا ما كنضربوا حد، ولكن اللي ضرب القانون كنوقفوا له. واخا يكون حدانا كان جالس كنقول له انت مع اللي كيضربوا القانون، وسير شوف شي بلاد اخرى. حنا ما يمكنش.